السلام عليكم. اليوم عيد الألوان، اليوم غادي نعرفوا إن شاء الله كيف نستخرجوا ألوان مختلفة، ألوان قزح من ثلاث ألوان رئيسية. كما كنعرفوا عندنا دائما ألوان رئيسية كيكون عندنا أزرق أحمر والأصفر، بهاد ثلاثة الألوان كنحاولوا نخرجوا منهم جميع الألوان، بالإضافة إلى الأبيض الأكحل. هادو ألوان ثنائية، بمعنى إلى بغينا نشوفه على حسب أنه يكون لون بارد ولا لون غامق دائما، ولكن الألوان الرئيسية دائما هي الأزرق والأحمر والأصفر. اليوم إن شاء الله غادي نكتشفوا الألوان قوس قزح. أنا هنا حاولت ندير الأصفر والأحمر والأزرق، هادو خليتهم ألوان ثنائية. نبداو بعدا ثلاثة ألوان رئيسية، باش أننا دايما كنخرجو واحد اللون ضروري أننا كنجمعو هاد الألوان. مثلا إلا بغينا الأخضر غادي ناخدو أصفر هكا، نزيدو عليه اللون أزرق. شنو يعطينا؟ يعطينا أخضر. نخلطهم بجوج، هاو عطانا الأخضر. دابا هاد اللون الأخضر استخرجناه من اللون الأصفر واللون الأزرق. إلا بغينا يكون واحد الأخضر اللي هو بارد، نقدروا نزيدوا عليه أصفر أكثر. نشوفوا هاد الناحية نزيدوا عليه أصفر، ولينا عندنا ديكرادي. هاد اللون ماشي بحال هاد اللون، يعني هذا لون اخضر بارد. كان غامق غنزيدو الازرق وغادي يكون لون ازرق غامق اكثر. شوف معايا هنا، كاين فرق ما بين هاد اللون وهاد اللون وهاد اللون، مع انهم كلهم الوان الاخضر. عاد كنزيدو الا بغينا بالتدريج، كنشوفو الابيض نقدروا نزيدو باش يولي عندنا واحد اللون اخضر بوحدو حتى هو بارد، ولكن مختلف عليهم، يعني هنا اختلافات. غنزيدو هنا الكحل، نزيدو على هاد الخضر، شو يعطينا داك الخضر كنقولو حنا خزي، بحال الخزي، خضر خزي. نزيدو عليه شويه الصفر حيت ما بقاش عندي هنا الخضر بزاف. هذا هو اللي كنقولوا ليه لون خزي. شوف معايا هنا الالوان، هذا لون اخضر ولكن بالتدريج. دابا غادي ندوزو اللون البرتقالي. كما قلنا اللون البرتقالي كنستخرجوه من الاحمر والاصفر. ناخذ واحد شويه الاحمر، ما نكتروش لان الاحمر هو كيكون اقوى من الاصفر. هنا غنكثروا شويه الاصفر. كنستخرجوا اللون البرتقالي ما شاء الله. نحاول نزيدو هنا الصفر، كيكون عاوتاني كنديرو بحال تدريج ديال البرتقالي، انه هنا بارد نزيد زدنا هنا البيض. تدريج دائما تدريج. شوف هنا الا زدنا هنا الاحمر اكثر يكون عندنا واحد برتقالي اللي غامق بزاف بزاف، لان الاحمر دائما قوي عليه. شوف معايا هنا كاين التدريج، يعني هنا شفنا الاخضر والبرتقالي، بقينا دابا البنفسجي. البنفسجي غادي يكون من الاحمر ومن الازرق، دابا غنكتشفوه ان شاء الله. كما قلنا البنفسجي كناخذو الازرق والاحمر، هاد اللون زوين بزاف بنفسجي. دابا هذا خرج لي بنفسجي غامق،
حاولوا انه يكون واحد البنفسجي مائل للحمراء. دائما كنبقاو نلعبوا بالالوان هنا هذو الالوان. الا زدنا عليه شويه الابيض كيولي عندنا واحد البنفسجي زوين. هذا البنفسجي شوف معايا هنا، هذا غامق متوسط وهذا بنفسجي بارد. دابا غادي ندوزو للون البني. اللون البني كنجمعوه بالازرق والاحمر والاصفر. غادي نشوفوهم معنا. دابا غناخدو اللون الازرق اللون الاحمر واللون الاصفر غنخلطوهم ثلاثه. نعطينا اللون وكنبقاو دائما عينك ميزانك. دابا هذا شنو خاصو باش يكون داك اللون اللي كنقولو حنا بني قهوي. نزيدو عليه الاحمر اكثر حيت الازرق هو اقوى بكثير من الاحمر ومن الاصفر. داكشي علاش ما خصناش نكثروا الازرق. نحاول نزيدو شويه ديال الاحمر اكثر. كنبقاو هكا حتى كيخرج لينا اللون. استعبت ثاني الاصفر حيت كثرت في اللون الازرق، داكشي علاش ما خرجش لي من اللون. دائما ما نكثروش الازرق بزاف. ها هو عطاني اللون البني. هاد الحصه مهمه بزاف بالنسبه للكبار والصغار على حساب كيفاش يستخرجوا الالوان. هنا كما قلنا نديروا داك اللون البني كنزيدوا عليه الصفر والبيض باش كيعطينا واحد اللون بني خفيف. الوان زوينه اننا نحاولوا نستخرجوها ونعرفوا كيفاش ليها. ها هو بني، كاين فرق بين هادو بجوج، بني فاتح وبني غامق. كما قلت لكم نزيدو نغمقوه اكثر، غنزيدو الازرق والاحمر لان الاحمر والازرق قويين، خصوصا هاد الازرق، ازرق قوي بزاف. شوفي لازلنا الكحل شتي كيعطينا بني غامق، لكن غير نقيطه تاع الكحل ماشي بزاف. دابا غندوزو الالوان اخرى كما كنقولوا الوردي الغوز لون البنات. اخذوا الاحمر مع الابيض يعطينا الوردي، ودائما فين ما نزيدو عليه الابيض اكثر تيكون اكثر تفتحا، فتح اكثر هذا اللون. هذا الوردي. الى مشينا عاوتاني اللون الرمادي. الرمادي يعني هنا غنجمعوا الابيض وقليل من الاسود، قليل لان الاسود قوي 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 كيقضي عليهم كاملين. هنا كيعطينا الرمادي، اللون الرمادي. ودائما كيما قلت لكم بغينا رمادي غامق كنزيدوا شويه الاسود باش كيكون عندنا عاوتاني فرق. كنبقاو هنا كنلعبوا بالالوان. شوف هنا يعني استخرجنا اللون الاخضر، اللون البرتقالي، اللون البنفسجي، واللون البني، اللون الرمادي، واللون الوردي. كيبقاو عندنا يعني لكننا بغينا الوان اخرى بحال الاصفر البارد. الاصفر البارد كنزيدو الاصفر عليه شويه الابيض كيعطينا اصفر بارد. شنو باقي خاص؟ اللون تنقولو حنا السماوي، هو غنزيدو الازرق عليه الابيض كيعطينا السماوي. دائما في ما نزيدو الابيض كيفتح لينا اللون.
الا زدنا اللون اللي هو اساسي كيزيد كيعطينا اللون اكثر عمقا. كانت معنا هذه هي الحصه تاعت اليوم، اكتشفوا الالوان. اتمنى تعجبكم هذه الحصه، وشكرا بزاف، وما تنسوش بالدعم ديالكم، وشكرا الله يعاونكم.